وزي ما احنا شفنا مع بعض دي كانت الكتب والروايات الاكثر مبيعا خلال الاسبوع اللي فات. وطبعا زي ما حضراتكم متعودين ان احنا دايما بيكون معانا شخصيه للحلقه. شخصيه الحلقه النهارده زي ما عودناكم بيكون موجود معانا شخصيه مهمه اثرت في وجداننا، اثرت في حياتنا بشكل كبير، وطبعا ده من الناحيه الادبيه. النهارده هنتكلم عن شخصيه مهمه جدا وهو الاديب عبد الحميد جوده السحار، وهو روائي وكاتب قصه وسيناريست مصري. ابتدى مسيرته الأدبية بكتابة القصة القصيرة، وبعد كده اتجه لكتابة الروايات التاريخية، والحقيقة هو تميز فيها جدا وليه العديد طبعا من الأعمال الأدبية المهمة. وتوفى الكاتب عبد الحميد جودة السحار في يناير 1974. تعالوا نشوف مع بعض التقرير عن الأديب الراحل عبد الحميد جودة السحار، ونرجع على طول نبتدي حلقتنا مع حضراتكم. صاغ قلمه روائع القصة القصيرة، فأصبح اسمه علامة مسجلة في تاريخها، هو شيخ القصاصين عبد الحميد جودة السحار. ولد السحار في 25 من إبريل عام 1913 بحي الظاهر في القاهرة لعائلة من التجار، وصادق في طفولته وشبابه نجيب محفوظ. انفرد السحار بموهبة خاصة جعلته صائداً لحكايات البيوت المصرية، حيث بدأ مشواره بكتابة القصة القصيرة، ثم اتجه لكتابة القصص التاريخية، وعلى رأسها روايته التاريخية الأولى أحمس بطل الاستقلال، إحدى روائع الأدب المصري. ثم كتب روايته التاريخية الثانية أميرة قرطبة. تميز السحار في القصة الاجتماعية، فخطفته نداهة السينما ليكتب أعمالاً أصبحت فيما بعد علامات بارزة في تاريخ الشاشة الكبيرة، مثل الحفيد، أم العروسة، ومراتي مدير عام. وناقش من خلال هذه الأعمال قضايا اجتماعية بأسلوب بسيط وكوميدي. نقل للسينما والتلفزيون عشقه للتاريخ الإسلامي، فقدم روايات إسلامية للسينما منها فجر الإسلام، وشارك في كتابة سيناريو فيلم الرسالة. كما تحولت سلسلته الأدبية محمد رسول الله والذين معه إلى مسلسل تلفزيوني عرض على جزئين. توفي عبد الحميد جودة السحار في 22 من يناير عام 1974، تاركاً رصيداً أدبياً وسينمائياً لا يزال عالقاً في الأذهان والوجدان.